الرحيم وبه وعليه سبحانه وتعالى نتوكل ونستعين مع استمرار هذه الأشواط المسائية من هنا من على أرضية ميدان البصير. الحاضر والمتواجد أيضا في هذا المساء هو مخصص لسن الإجذاع، وشوطنا التاسع ينطلق بحفظ الله ورعايته، وهذا الشوط مخصص للإبكار المفتوح. تمنياتنا بالتوفيق للجميع. نسير بحضراتكم مع المقدمة ومع المركز الأول مباشرة وأول المنطلقات معنا، اللي هي الشاهنية لحمد بن سعيد بن سالم بن محمد على المركز الأول. ننتقل للمركز الثاني. المركز الثاني في هذه اللحظات التقدم من قبل متعبة لحمد بن صالح بن حمد النابت المري شعار بن سعد على المركز الثاني، بينما المركز الثالث تتقدم في هذه اللحظات متعبة للحميدي بن سالم بن هادي آل فهيدة المري مع متعبة على المركز الثالث، وأيضا التقدم من قبل العنود سعيد بن مطر بن سعيد بن مطر المريخي يتقدم مع العنود على المركز الثاني. المركز الرابع الاندفاع من قبل أدب، من تصل في هذه اللحظات سيف بن محمد بن دايل الجفالي النعيمي يقدم أدب على رابع المراكز، بينما التقدم من هناك من الجانب الأيمن من قبل أمجاد، من تصل في هذه اللحظات لحمد بن محمد بن صالح بن بخيت الراشدي يصل مع أمجاد على المركز الرابع. هذه الخمسة المراكز الأولى أتممناها على مسامعكم، لنعود مباشرة ونتحول إلى مقدمة هذا الشوط وإلى انطلاقة الشاهنية المملوكة لحمد بن سعيد بن سالم بن محمد بن عديل على المركز الأول. المركز الثاني شعار بن لفجح يتقدم هنا على ظهر متعبة لحميدي بن سالم بن هادي آل فهيدة المري، يتقدم مع متعبة على المركز الثاني، تقترب من الصدارة في هذه اللحظات، بينما أيضا الانطلاق والتقدم من صاحبة المركز الثالث من قبل العنود سعيد بن مطر بن سعيد بن مطر المريخي يتقدم مع العنود على ثالث الانطلاق. والمركز الرابع الوصول مع رابع المراكز من قبل انطلاقة أيضا أمجاد القادمة لحمد بن محمد بن صالح بن بخيت الراشدي، يتقدم مع أمجاد من المركز الرابع إلى الثالث مباشرة. المركز الخامس شعار النعيمي يتقدم هنا في هذه الانطلاقة مع أيضا تحدي أدب سيف بن محمد بن دايل الجفالي النعيمي، تتقدم أدب في هذه اللحظات إلى رابع المراكز. هذه الخمسة المراكز الأولى مستمعينا الفاضل، أيها الحفل الكريم، أيها الجمهور العزيز، بينما المراكز القادمة أيضا القادمة لا محالة، الأسماء والشعارات كلها قادمة، شعار بن سعد وشعار بن شفيع وشعار الهولي النعيمي وكل الشعارات قادمة مع المراكز المتأخرة. عودة للصدارة، ستة كيلومترات هي المسافة المقررة لهذا السباق، كل متر ينقضي وكل متر أيضا تسحبه هذه الأصايل في مشوارها في مسارها الجميل. المركز الأول الصدارة هنا لا تزال مع تحدي الشاهنية حمد بن سعيد بن سالم بن محمد بن عديل على المركز الأول، بينما الراشدي قادم، الراشدي على المركز الثاني مع انطلاقة أمجاد، تبحث عن المركز الأول، عن الناموس وعن نقطة الصفر، هناك عند خط النهاية تريد أن تصل الأولى من بين هذه المشاركات. حمد بن محمد بن صالح بن بخيت الراشدي يقود أمجاد في هذا الشوط. المركز الثالث نتابع ثالث المنطلقات، هذه أدب تسير بكل أدب بكل فطاحلة أيضا وانطلاق، سيف بن محمد بن دايل الجفالي النعيمي يقود أدب على المركز الثالث، من تنطلق بكل بسالة بكل تحدي يا سلام. المركز الرابع القادمة أيضا قادم العنود سعيد بن مطر بن سعيد بن مطر المريخي، ويصل شعار النعيمي ينطلق في هذه اللحظات على ظهر نشبة قادمة، جاسم بن محمد بن سيف الهولي النعيمي يتقدم مع نشبة على المركز الرابع. المركز الخامس أيضا تتقدم هذه المشاركة
في أول نداء امتياز، وصلت امتياز راشد بن حمد بن متعب المنخس المري، ديروا بالكم من امتياز مالك بن شاهين صاحب نقطة في هذا السباق، سباق سيد الأمير ويبحث عن النقطة الثانية. عطني اللقطة على امتياز، ما شاء الله وتبارك الرحمن، عودة إلى الصدارة، نعود إلى المركز الأول. الثلاث اللي بهنزان اللقا أيضا هنا المحاذاة مما بين أدب، أدب أيضا، أدب والشاهينية وأمجاد، أمجاد والشاهينية وأدب، ولكن تتقدمهم أدب في هذه اللحظات. سيف بن محمد بن دايل الجفالي النعيمي يقلب الطاولة على الجميع، يتقدم ويتمسك بزمام المبادرة بالمركز الأول حتى هذه اللحظات. المركز الثاني، المركز الثاني شاهنية، حمد بن سعيد بن سالم بن محمد بن عديل على المركز الثاني والمركز الثالث. وصلت أمجاد، تقدمت أمجاد. حمد بن محمد بن صالح بن بخيت الراشدي، يتقدم الراشدي على المركز الثالث المركز الرابع. الله يا سلام، هذه نشبة، وصلت نشبة، تقدمت نشبة. جاسم بن محمد بن سيف الهولي النعيمي والمركز الخامس، وصلت امتياز بكل امتياز، تنطلق تحمل شعار المنخس على المركز الخامس. راشد بن حمد بن متعب المنخس المري يقود امتياز في هذا الشوط بهذا الشكل للممتاز، تنطلق امتياز. الله على هذا الأداء، هذا هو النداء الرابع، أتممناه على مسامعكم. شعار الدعبة قادم، وشعار حمود بن طالب آل شفيع، وشعار بن جهويل، وكل الأسماء قادمة على المراكز المتأخرة، ولكن الصدارة هناك بيدي وأقدام الشاهنية لحمد بن سعيد بن سالم بن محمد بن عديل. المركز الثاني، المركز الثاني أدب، سيف بن محمد بن دايل الجفالي النعيمي يتقدم مع أدب على المركز الثاني. كيلو ونصف الكيلو ما تفصلنا عن معرفة الفائزة بهذه النقطة بهذا الشوط القادم. امتياز، مرحبا بامتياز، مرحبا بالمنخس امتياز، تقل شعار راشد بن حمد بن متعب المنخس المري وعليها الرقم واحد، وتريد أن تنتزع المركز الأول بهذا الشكل الجميل بهذا الأداء الأجمل. المركز الرابع، الرابع القادمة متعبة، حمد بن صالح بن حمد النابت المري في أول نداء لمتعبة، تتقدم على رابع المراكز. الخامس شواهين، شفيع بن سعيد بن شفيع بن سعيد الفهيدة وأيضا نشبة، تتقدم على المركز الخامس. لجاسم بن محمد بن سيف الهولي النعيمي الكيلو الأخير، الكيلو متر الأخير، انطلقت الأسماء، بدت الحركة، بدت السرعة يا سلام، مع تقدم امتياز. راشد بن حمد بن متعب المنخس المري ينطلق مع امتياز بهذا الشكل الممتاز بهذا الأداء الراقي والجميل. الجماعة جوك المنخس، الجماعة جوك يا أبو حمد، يا أبو حمد روح مع امتياز، انطلقت امتياز. الجماعة أيضا قادمين هنا مع انطلاقة الشاهنية ومع انطلاقة متعبة وانطلاقة أيضا القادمة. شواهين لشفيع بن سعيد بن شفيع بن سعيد الفهيدة، وأيضا متعبة لحمد بن صالح بن حمد النابت المر. الكل تحرك ولكن امتياز، يا سلام هذا العرض، وإلا فلا، هذا الانطلاق المنخس راشد بن حمد بن متعب المنخس المري عليها الرقم واحد، وانت الرقم واحد يا المنخس. هنيالك على هذا المال الطيب، على هذا الفوز، على هذا الانتصار، يا سلام، مشكور مشكور. عطني الفارق، عطني الفارق، ما شاء الله وتبارك الرحمن، لا منافس على الاطلاق، تسير بهذا الاداء الكبير بهذا الشكل المميز. سلام المنخس، سلام سلام لراشد بن حمد بن متعب المنخس المري، النقطة الثانية لهذا الشعار الممتاز. المركز الثاني كان من نصيب متعبة لناصر بن سالم بن جار الله بن سالمين المري المركز الثالث، متعبة لحمد بن صالح بن حمد النابت المري المركز الرابع، نشبة